والدور ديالي مع هشام العسري، اولا السلام عليكم. وكيحصل لي الشرف نكون مع هشام العسري، انا فان ديالو. الوغ بارابور للدور ديالي، هو حنايا واحد ربعه ديال الدراري اللي اصدقاء صحاب من الصغر، قرينا مع بعضياتنا، كملنا قرايتنا، كل شيء ما لقينا ما نديرو، درنا واحد المشروع ديال عطاره. هذاك المشروع دايرينو في واحد السيكتور اللي غير باش نعمرو الوقت، اللي ما كيدوز منه حتى واحد. المهم حنا في دماغنا راه حنا خدامين، وكتجي عندنا كاتي، كتجي عندنا فدوى طالب وهذا، وكيدوز هذاك الشيء في واحد القالب كوميدي، فيه كوميديا سوداء. لا هو ماشي متطلب بزاف، ولكن كيعرف مع من يخدم، فهمتي؟ هو كيدير بحال دابا التحليل السايكولوجي ديال كل واحد هو الاول، وكيشوف واش هذاك البيرسوناج واش يمكن ليه يخدم معاه ولا ما غاديش يخدم معاه. بالعكس كان في التورناج كانت واحد الاتموسفير زوينه بزاف، واحد الجو زوين بزاف، اللي داكشي ساهل بزاف، كان واحد التساهل، واحد الحياه مع هشام بحال خونا بحال صديق ديالنا. بالعكس متطلب، ما عرفتش منين جبتوها. مهرجان كبير اللي نقدروا نعطيوه قيمه ديال كان، ديال هوليوود، ديال علاش لا. المغرب تبارك الله بلادنا راه جنه، وخاصنا مهرجانات كثار بحال هادو. ومهرجان مراكش راه كان باغمي لي غيف ديالي باش غادي ندوز فيهم، والحمد لله بحال تحقق هذاك الحلم اللي كانوا عندي ثلاثه ديال الافلام في هذا المهرجان هذا، لي موت، وفيلم ايطالي ايو كابيتانو، ودابا مع هشام العسري. انا كنفتخر بالمغرب، كنفتخر بمؤسسه محمد السادس، مهرجان مراكش على هذا المهرجان هذا، وجميع المهرجانات اللي كاينين في المغرب.